أهلا بحضراتكم من جديد. شهد مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، حيث حرصت الدولة على ضمان حقوقهم، كما تم تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوي الهمم. وعملت الدولة على تسخير كل الدعم والرعاية الممكنة لهم وتحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة لهم في جميع المجالات. عاطف، متخرجة من كلية إعلام قسم إذاعة وتلفزيون بتأثير كارث جدا. أنا مذيعة ومضيفة طيران وكمان من مرسلتها في متحف القوات الجوية. باخد الزوار بستقبلهم بابتسامة لطيفة وبدخلهم الفيلم عن حرب أكتوبر من الكرة الجوية في قاعة المتحف. باخدهم جولة، بعد كده بدخلهم من قاعة الطيارة اللي هي التيو. بستقبل الزوار الأجانب، بتعامل معهم على حسب اللغة بتاعتهم. أنا كنت في بطولة مختلف الموسم الثاني، كنت سافرت بطولات. الموسم الثالث بقيت أشرح للطيارة اللي كنت طرحاها في المتحف، ودي عملت طفرة كبيرة. 30 يونيو كان تحرك كبير، وكنت بتابع الأخبار أول بأول وبشوف المظاهرين. أنا أصلاً ممثلة، مثلت مسرحيات زي مسرحية عم يقود وبيكم نحتمل ومسرحية قلم الناطق والمسلسل 404، وقدمت جزء من مسرحية بيدي تومير هناك إبسن أنرويكي مترجمة باللغة العربية الفصحى، وهي مونو دراما بمثل فيها لوحدي. ودلوقتي بعمل مسرحية جديدة اسمها جمهورية جديدة. المسرحية بتاعتي بتثبت ان بعد 30 يونيو القانون المختلف صفهم اتغيرت. انا وقفت قدام سيد رئيس عبد الفتاح السيسي مرتين، وبصراحه انا حاسه بكل حب وفخر ان انا واقفه قدامه. انا برحب بحضرتك يا سيادة الرئيس، بتمنى لك كل السعاده. انا اللي متشكر يا هبه، وانا اللي بتمنى لك كل السعاده. وكمان حابه اقول له كلمة شكرا ما تكفيش، وبنحبك يا رئيس. أول ما هبة اتولدت شيء طبيعي إن كان بالنسبة لي صدمة طبعا، يعني ما كنتش متوقعة، إن ما كنتش عندي فكرة كمان عن خصائص الدون أو هم هيبقوا إيه لما يكبروا ولا أي حاجة. بعد كده هو بقى واحدة واحدة بدأت أفهم واستوعب ونمشي في الخطوات المظبوطة اللي المفروض إن هي تأهلها إن هي تبقى إيه صالحة. لما كملت الخمس سنين بقت مؤهلة تماماً إن هي تخش المدرسة أشطر من الولاد العاديين، والحمد لله دخلت المدرسة بدون دمج، يعني المناهج بتاعت الولاد الامتحانات بتاعتهم، وهي تفوقت. قبل 30 يونيو كان ذوي الهمم كلهم مهمشين جدا، كان في ناس كتير ما يعرفوش اساسا دول ايه، كانوا بيبصوا لهم صعبانين عليهم في بعض الاحوال، وفي تنمر في احوال تانية. بعد 30 يونيو لا، الريس اداهم قيمه كبيره، يعني حضوره حفلات قادرون باختلاف، اهتمامه بيهم، ال 5% اللي بيتعينوا في اي مكان، القوانين اللي طلعت، المميزات اللي خدوها. عامة في المتحف بندعم فكرة المشاركة المجتمعية، فبنشوف احنا الناس محتاجين ايه، المجتمع ايه، الاتجاهات المجتمع المصري بيتجه اليها. وكان من ضمن الحاجات اللي بيتجه ليها في الفترة الأخيرة سبيشلي بتوجيهات طبعا من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، وان هم يكونوا معانا ويكونوا وسطنا، وان احنا لما بنبقى في أي مكان يكونوا موجودين زينا. الناس متعودة ان هم موجودين، بيبقى متولين أماكن ووظائف زينا زيهم بالظبط. ف
فاحنا حبينا الفكره دي قوي، كنا حريصين جدا ان هي هبه تكون موجوده معانا، سبيشلي ان هبه خريجه كليه اعلام ومسرح، فهي اصلا عندها التالنت وعندها فكره انها تعرف ازاي تقابل ناس وانها تبقى تقدر تتعامل معاهم وعندها برزنتيشن سكيلز. فدي كانت حاجه حلوه قوي ان احنا كنا مهتمين قوي انها تكون معانا وفرد يعني من افراد اسره متحف قوات الجويه. وبنحتفل بيوم 14 اكتوبر بعيد القوات الجويه. تعالوا معايا. وكده خلصت جولتنا، وليكم دلوقتي جولة حرة. احساسي ان انا لازم اعمل حاجة، لازم اثبت كفاءتي قدام اي حد. مفيش حاجة صعبة، احنا ممكن نعمل اي حاجة حتى لو كانت صعبة.